ازيك يا ماما؟ معاكم ايه؟ والنهارده معانا موبايل جديد من شاومي. الموبايل ده هو الشاومي ريدمي نوت 8. كنا عملنا فيديو قبل كده عن الشقيق الاكبر للنوت 8 وهو الشاومي ريدمي نوت 8 برو، واللي هو كان موبايل جامد جدا وبيقدم قيمه مقابل السعر خرافيه كعاده شاومي يعني. ولكن في الفيديو بتاع النوت 8 برو اتكلمنا عن نقطه مهمه جدا في حق شاومي، والنقطه لازم تعرفها لما تقرر شراء موبايل شاومي جديد، وهي ازمه الثقه اللي عند الناس تجاه شاومي دلوقتي. ففيديو النهارده انا مش هقعد اعيد في نفس الكلام، يعني انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، فاتفرج على الفيديو اللي فات عشان تعرف النقط دي لانها مهمه جدا. احنا النهارده هنتكلم عن النوت 8 كموبايل مستقل بذاته. الموبايل ده نزل الاسواق خلال الاسبوعين اللي فاتوا، نزل في فئه سعريه بتاعه 3000 جنيه، يعني حوالي 1500 دولار. ازاي يعني؟ في الفئه السعريه بتاع 150 دولار. وكعادة شاومي يعني شاومي بتقدم دايما افضل قيمة مقابل السعر من ناحية المواصفات، والنوت 8 مش مختلف تماما في القصة دي. والقيمة بتاع الموبايل ده هبان من اول ما تمسكه في ايدك وتبص على الديزاين اللي بملمس فخم جدا وظهر من الازاز باللون اللي معانا هنا اللي شبه البي 30 برو جدا، بظهر بيتدرج من ابيض لازرق وبتاع، والاطار اللف حوالين الجهاز كده بيلمع كروميوم كده لامع، شكله شيك جدا. ظهر جهاز كده فلات وبدون اي انحناءات، وده مخلي ملمسه ومسكته استثنائية جدا. وعندك قارئ بصمة في الظهر وسريع جدا، هو بس صغير شوية. وعندك كاميرات اللي بارزة شوية عن الظهر، يعني بارزة زيادة عن اللزوم، ولكن الكفر اللي بيجي في العلبة بيغطي البروز بتاع الكاميرا ده، فعشان لو الموبايل اتحط على سطح ما يتجرح. والكفر كمان في غطاء لفتحة اليو اس بي سي، ده شيء يعني جديد جدا. طبعا فتحة لنا يو اس بي سي ده شيء برضو مميز عن الموبايل في السعرية دي. وشاومي برضو محافظة على الهيدفون جاك، ومحافظه على الاي ار سنسور اللي بيخليك تتحكم في الاجهزه اللي عندك في البيت كان الموبايل ريموت. تصميم ما يتقالش عليه ولا كلمه والله، في السعريه دي ما فيش احسن من موبايل متين كده ومسكته والزراير اللي هتكه وصوته، كل شيء متماسك وفخم جدا. ومن قدام عندك الشاشه الكامله اللي بنوتش صغيره جدا، ووتر دروب نوتش صغيره جدا، وحتى الحافه اللي تحت صغيره جدا على الفئه السعريه دي. بس مش عارف ليه كاتبين في الحافه السفليه كلمه ريدمي، مش عارف ده لازمته ايه. انا عارف والله ان انا شاري موبايل ريدمي، يعني مش محتاج اعرف. الشاشه هنا اي بي اس بالوان معقوله، يعني مفيش شيء مبهر في النقطه دي، ولكن المبهر هنا هو الريزوليوشن وكثافه البكسلات بتاع الموبايل اللي مخليه الشاشه شارب جدا جدا. وتجربه مشاهده الفيديوهات هنا ممتعه جدا، ما فيهاش اي مشاكل، وما فيهاش مشكله الاوفر شاربنج اللي كانت موجوده في النوت 8 برو. المشكله دي مش موجوده هنا، يعني شيء غريب ان البرو يبقى فيه المشكله. وعلى فكره كون السماعه السفليه وحيده ده مش عامل مشكله، لان السماعه السفليه اللي هنا قويه جدا، وما فيش موبايل ومستحيل تلاقي موبايل في السعريه دي بسماعه دوال سبيكر، فدي مش عيب. طيب خلينا نيجي لاداء وتجربه الاستخدام. الموبايل ده بيجي بمعالج سناب دراجون 665، واللي هو موجود في موبايلات ب 6000 جنيه والله عادي، حاجه ثوريه جدا طبعا. وطبعا معاك هنا 4 جيجا بايت رام، مساحه داخليه 64 جيجا بايت، وكل ده على واجهه ميو اي. واجهه ميو اي يعني مش مصدق ان يجي اليوم اللي اقول على واجهه ميو اي ان فيها مشاكل. هي واجهه مليئه بالمميزات والفيتشرز والخواص الكتير جدا، وكشكل هي من اكتر الواجهات وتنظيم القوائم بتاعها بيعجبني جدا. وفي يوم من الايام كنت برشح موبايلات شاومي بس عشان فيها واجهه الميو اي، لكن للاسف الواجهه دي اليومين دول تقيله شويه، والانيميشنز كده بتقطع، يعني مع ان الموبايلات بتيجي بعتاد ومواصفات افضل من كل المنافسين، الا ان الاداء مش مريح كده، في تقطيع وحاجات غريبه. ده ممكن يتحل على فكره مع الوقت مع تحديثات، انا متاكد من ده، ولكن انا ما عدتش اقدر اقول ان واجهه ميو اي اسلس واجهه، بقى في واجهات تانية اسلس بكتير. من الاشياء التانية اللي تميز الموبايل ده هي البطاريه. الموبايل ده بيجي ببطاريه 4000 ملي امبير، وبيجي معاه شاحن سريع في العلبه، ده شيء برضو استثنائي في الفئه السعريه دي. هو مش اسرع شاحن في العالم، ولكن في شواحن اسرع جربتها كتير يعني، ولكن في الفئه السعريه دي مفيش اصلا شاحن سريع في العلبه بيجي في اي موبايل. بس سيبنا الكلام ده كله بقى، تعالى نتكلم عن احد اهم الخواص والمزايا التسويقيه اللي الموبايل ده بيلعب بيها، وهي كاميرات. خلينا نتكلم شويه عن نظام الكاميرات اللي هنا. عندك هنا اربع كاميرات، الكاميرا الاساسيه 48 ميجا بكسل، طبعا ارقام وكده، زود في الميجا بكسل زي ما انت عايز. وعندك كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل، وكاميرا لتحديد الاطراف ومعلومات العمق 2 ميجا بكسل. كاميرا الماكرو هي شيء تسويقي جدا عشان الشركه تقول انها عندها اربع كاميرات، ولكن شهاده يعني بصراحه الكاميرا الماكرو اللي هنا بتقرب من الاشياء جدا جدا، ده شيء يعني افضل من معظم المنافسين اللي فيهم كاميرات ماكرو. والصور عامه والله من الكاميرا دي شارب جدا ومليانه كده تفاصيل وبتاع، في معظم الظروف هتلقط صور مرضيه جدا. معرفش ليه دايما السكين تونز كده في موبايلات شاومي بتبقى مبيضه ولونها مش طبيعي. عامه لو انت شايل الموبايل ده وعايز تنشر بيه صور على السوشيال ميديا وكده، الموبايل ده مش هيغزلك تماما تمام. وبصراحه مفيش موبايلات حلوه كتير في الفئه السعريه دي زي النوت 8. الموبايل ده متميز جدا،
ولو ما كنتش قلقان من شاومي كان زماني رشحته بكل يعني اطمئنان كافضل موبايل بيقدم قيمه مقابل سعر الفئه السعريه دي. وعلى فكره حته القلق دي تحفظ مني بس، يعني انا مش عايز ارشح لك موبايل ويطلع فيه عيوب لان الامر مبهم جدا، انا مش عارف ممكن يظهر عيوب ولا لا، انا مش ضامن. هل انت ممكن تشتري موبايل وما يحصلكش حاجه؟ اه طبعا ممكن تشتريه وما يبقاش فيه اي مشاكل. على فكره انا قابلت حد بالتحديد اشترى النوت 8، النوت 8 ده اهو اشتراه وبيقول ان هو مبسوط جدا وما عندوش اي مشاكل، وانا بجرب الموبايل اهو مفيش مشاكل، مش متضايق من حاجه، ولكن في نفس الوقت سمعت الناس بتشتكي من الشبكه، فاللي هو انا مش عارف. نفسي بس كده شاومي تطلع تقفل على كل الوش ده وتقول احنا اهو ما عندناش مشكله، اي حد يظهر معاه مشكله يجي لنا واحنا هنحلها له، وموبايلاتنا من جوه متينه والتقفيل كويس وخامات متينه مفيش مشكله. نفسي يعملوا كده، يعني انا فان لشاومي والله، انا بحب شاومي جدا وشايف ان هم دايما بيعملوا افضل خلطه في الفئات بتاع الموبايلات المتوسطه والاقتصاديه، ولكن ازمه الثقه دي شيء موجود وامر واقع ما ينفعش ينكره. بالنسبه للمنافسين، هل في منافسين في الفئه السعريه دي بيقدموا حاجه منافسه؟ هو اكيد في منافسين طبعا، يعني عندك الريلمي 5، عندك الاوبو اي 5 باين، ولا عندك السامسونج اي 30 اس، كل دي موبايلات منافسه في الفئه السعريه دي، يعني مش بنفس السعر بالظبط ولكن في نفس الفئه السعريه، ولكن ولا واحد فيهم هيجمع بين كل هذه المواصفات: تصميم فخم، اربع كاميرات، كاميرا اساسيه ممتازه، شاشه فول اتش دي، يو اس بي سي، يعني محدش عنده كل المواصفات دي. فخلصت الكلام، نوت 8 عادي، موبايل ممتاز، موبايل قوي جدا، مواصفات عاليه جدا مقابل السعر، مع بعض التحفظات اللي قلنا عليها. بس كده، هو ده كل شيء ممكن نقوله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. في فيديوهات تانية كتير جدا، يعني ده واحد من ضمن الفيديوهات الجايه. الفتره دي في كميه موبايلات كتير جدا، يعني الموضوع غير طبيعي بصراحه، في اكتر من 8 موبايلات نزلوا في نفس الشهر. ايه ده؟ ف اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.